السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الإلكتريكال سيركت تون. إن شاء الله اليوم راح نكمل بحل الهوم وورك، واليوم راح نحل هوم وورك 10 اللي هو أهم هوم وورك نقدر نحكي، وهو سؤال مؤكد أكيد راح يجي زيه في الامتحان. هذا السؤال بحكي لي sketch the phasor diagram و assume the voltage يساوي كذا و find the complex number supplied by the source then prove إنه مجموع الباور equal 0 ومجموع reactive power ال Q equal 0. تمام. في البداية خلينا نطلع قيم الامبيدانسز. تمام، فخلينا نجي أول إشي على الزد ال. الزد ال قيمة الزد ال اللي هي عبارة عن اللي هو أوميجا بال ال، قيمتها اللي هي إيش بتكون؟ أوميجا ضرب ال، وأوميجا اللي هي 2 باي بالفريكونسي. طبعا 2 باي بالفريكونسي اللي هي 100 باي، فقيمة ال راح تكون 100 باي ضرب 0.05. تمام، وراح تطلع معي 15.7 جي ال 15.7 اوم. قيمة الكاباسيتر راح تكون 1 على 100 باي ضرب اللي هو 20 مايكرو، وراح تكون ناقص جي المية، وخلينا نحكي 159. تمام تمام، هاي قيمة الكاباسيتر والإمبيدانس، الكاباسيتر والإمبيدانس للإندكتر. أول إشي نجي نعمل هيك سكتش بسيطة للفيزر دايجرام. هذا السكتش خلينا نحكي هسا سكتش الفيزر دايجرام مش شرط نهائيا يكون خلينا نحكي دقيق في الأرقام. تمام، المهم إنه نوصل الفكرة ايش. تمام، طيب انا راح يكون انا عندي هون I1 وهون راح يكون عندي I2. تمام تمام، هسا اول اشي راح اشوف الفولتية اللي طبعا الفولتية مشتركة بين الكاباسيتر والريزيستر، راح اعتبرها V. فاول شي راح ارجع ارسم V. تمام، هاي عبارة عن هاي V. تمام، اول اشي هاي ال V. تمام، هسا تيار ال R، تيار ال R in phase مع ايش؟ مع ال V. فراح اجي ارسم هيك. اوكي، فراح اجي ارسم ايش؟ I1. تمام تمام، الان بدي اجي ارسم قيمة، بدي اجي ارسم ال I2. هسا مين تيار اعلى، ال I2 ولا ال I1؟ أكيد قيمة الـ I1 أعلى، لأنه إيش؟ المقاومة فيها إيش؟ أعلى، لأنه المقاومة أعلى فقيمة الـ I1 أعلى. يعني لما أجي أرسم الـ I2، الـ I2 دي يكون أقل. خلينا نغير اللون للـ I2. تمام؟ فراح تكون قيمة الـ I2 أقل. فهذا إيش؟ هذا الـ I2. تمام؟ تمام. هسا بدي أرسم إيش؟ الـ IN، واللي راح يكون هيك. تمام، الآن أنا شو ضل عندي؟ الآن أنا ضل عندي الفولتية، هسا صار أنا عندي التيار كوما مش موحد، بينما الفولتية مجزأة. يعني أنا هاي عندي هاي عليها V، وهاي عبارة عن إيش؟ عن جي إكس بآي إن. فلما أجي أرسم الفولتية ما برسمها مع الآي إن، برسمها موازية للآي إن. كيف يعني؟ يعني لما بدي أجي أعمل خط هيك متقطع لا من الـ I1 مع الـ I1، وأرسمها إيش؟ عمودية مع إيش؟ مع الـ V، يعني هيك. تمام؟ فلما أجي أرسم قي الفولتية على الإندكتر راح تكون عمودية على الـ IN. شايفين كيف؟ هيك، هاي راح تكون قيمتها JX بـ IN. JX بإيش؟ بIN. فلما أجي آخر إشي أوصل هيك، هاي قيمة الVS. تمام؟ تمام، هيك أنا بكون رسمت إيش؟ الفيزر دايجرام على لهاي السيركت. أوكي، هسا ليش هاي رسمتها عمودية على الIN؟
تمام. ليش حصلتها عمودية على الاي ان؟ لانه انا في عندي جي، فهاي الجي راح تعمل لي اللي هو الزاوية 90 درجة. هسا انا هاي لو كان عندي كاباسيتر راح ارسمها لتحت، لانه انا عندي اللي هو ناقص جي. تمام. هسا ممكن احنا نعمل لقدام ان شاء الله، نعمل لنا ممكن فيديو او فيديوهين للفيزر دياجرام. هيك انا بكون عملت سكتش للفيزر دياجرام لهاي السيركت. تمام. هسا انا لما اجي بدي احل، الان بدي اجي احل، بدي اجد الكومبلكس باور على السورس وعلى كل لود من هاي اللودز. الان نيجي نحل هاي السيركت. اول اشي انا افرض الفولتج تبعي راح تكون في ار ام اس بقيمة 240 فيز ناقص 60، لما حولت من بيك لار ام اس قسمت على جذر الاثنين، فجذر الاثنين هاي راحت. الان بدي اجد قيمة ايش؟ بدي اجد قيمة الاي، بدي اجد قيمة ايش؟ الاي ان. كيف انا ممكن اجد قيمة الاي ان؟ بكل بساطة راح احكي انه الاي هو عبارة عن الفولتج، طبعا راح يكون هذا اي ان ار ام اس، تمام، طبعا هو الاي ان راح يكون بالاي ار ام اس، تمام، فراح يكون 240 فيز ناقص 60 على ال 15، تمام، على جي ال 15.7 زائد ايش؟ جي زائد ناقص جي ال 195 باراليل مع ال 200. تمام. هسه ال راح اجي احكي قيمة الناقص جي 195 باراليل مع ال 200 هاي شو تساوي؟ مضاربهم على مجموعهم، انتبهوا، سالب 159 اي ضرب 200 على 200 ناقص 159 59 هي مش 90 اي، فراح تكون بالضبط 124 فيز ناقص 51، فهي قيمتها 124.46، تمام، فيز ناقص 51.51، تمام. اوكي بس عشان يكون الدقة هاي 0.1، تمام، وهاي 0.1. اوكي، فراح تكون 124.5، تمام، 124.5 فيز السالب 51.497. هسا خليني اجي احسبها، راح احكي انا 240 فيز ناقص 60 على ناقص على سوري على 15.7 اي زائد الانس على الكالكوليتر، فقيمة الكرنت تبعي الاي ان راح يكون 2.13 فيز ناقص 13.479، تابعوا معي 479 ملي امبير. تمام. الان بدي اطلع قيمة التيار، بدي اطلع الاي على السي والاي على الار. طيب الاي على السي هو عبارة عن الاي ان مضروب في 200 على 200 ناقص جي المية 159.1، تمام، سوري، زائد جي، فراح تصير ناقص، مظبوط، تمام. فراح اجي احكي 2.13 في زاوية ناقص 13.4 ضرب ال 200 على 200 ناقص 159.1 اي، وراح يكون 1.667 فيز 25.02 تو ايش؟ ملي امبير. الاي على الار راح يكون الاي ان ضرب
ناقص جيل 159.1 على 200 ناقص جيل 159.1، وراح تكون قيمة الكرنت one point three two six فيز ناقص 64.977 ملي أمبير. تمام تمام، طلعت الآي على السي والآي على الآر. الآن بطلع البي، بطلع البي الريل باور، طبعا الريل باور راح تكون فقط للآر، راح اطلع الكيو للال والكيو للسي. طبعا الار فيش فيها كيو والسي والال ما فيهن بي. تمام تمام اوكي. اذا الان البي للار راح تكون عباره عن 1.32 تربيع مضروب ب 200. تمام، بعرف انه الباور هي عباره عن الاي تربيع في في. تمام طبعا لاني ار ام اس، لو مش ار ام اس لو انها بيك بحط نص، راح كي 1.32 تربيع ضرب 200 فراح تكون 348.48 348.48 ايش وات. تمام، هسه اطلع الكيو للسي، هنطلع الكيو للسي واللي هي عباره عن 1.667 تربيع مضروبه بجي ناقص جي ايش ال 159.1، راح تكون 6.7 تربيع ضرب ناقص 159.1 اي، فراح تكون اللي هي ناقص جي الاربعة 42.12 فولت امبير رياكتيف. تمام تمام اوكي. الآن أطلع الكيو على ال وراح تكون عبارة عن 2.13 تربيع تمام في جي ال 15، اعذروني شوي عشان مرشح ال 15.7 راح تكون اللي هي 71.22 جي ال 71.2 9 فولت امبير ار. تمام الان دي اجي اطلع الاس للسورس او الاس للسيركت بشكل عام. تمام او الاس للسورس راح تكون عباره عن في اف اي كونجيكيت كونجيكيت وراح تكون 240 فيز ناقص 60 ضرب الكرنت اللي طلع معي ال VN 2.13 فيز بحط 13.479. تمام فراح تكون القيمة 511.2 فيز ناقص 64.521 بحولها للريكتانجولر فراح تكون عبارة عن تساوي 351.75 فيز ناقص 370.94 طبعا فولت امبير. تمام الان دي اجي اطلع هاي الاس للسورس بدي اطلع الاس لكل الاليمنت، اس للاليمنت فراح تكون عبارة عن 348.48 ناقص 442.12 اي زائد 71.229 اي راح تكون احولها ل اوكي راح تطلع معي 508.91 فيز ناقص 46.78 لما احولها للريكتانجولر اوكي اللي هي 348.48 فيز الناقص 370 سوري اوكي سوري منكم هاي مش فيز
اوكي دقيقة، هسه بنعدل لفوق. فاز 300 سوري ناقص جي 370.98. خلينا نعدل بس القيمة اللي فوق، هاي كانت ناقص جي 370.94 فولت أمبير. فولت أمبير تمام. بس في معلومة عشان نسيت أحكي عنها، لما أجي أطلع الاس للسورس تمام، فالجواب تبع الباور بحط له إشارة سالبة بالبولار، السالب برا، بين قوسين بحط سالب، وبالنسبة هذا البولار للريكتانجولر بحط بعكس ايش الاشارات تمام. تمام هسه هيك تقريبا انا راح احقق انه مجموع الباور الريل باور يساوي صفر، ومجموع الرياكتيف باور يساوي صفر. طبعا في فرق بسيط، هذا الفرق يكون اللي هو خلينا نحكي اللي هو من عملية التقريب اثناء عملية ايش، لما اطلع الكرنت او لما اطلع الباور. يعني انا في عندي تقريبا فرق 3 وات بالريل، وبالباور يعني بالرياكتيف في فرق يعني بالاعشار تمام. يعني هذا ايش خلينا نحكي اللي هو بغلط بالايرور. طبعا هاي الاس للاليمنت هي عباره عن البي زائد كيو سي زائد كيو ال تمام. تمام اوكي. طبعا احنا عملنا سكتش للفيزر دياجرام، عملناه فوق وطلعنا الباور على كل element. الآن في إشي جدا 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 مهم تمام، فهذا السؤال إحنا سألناه أو كان سؤال إضافي. فالسؤال شو بيحكي لي، خليني أكتبه على السريع تمام. فالسؤال شو بيحكي لي، what is the element and its size connected in parallel to obtain 0.95 lagging. انتبهوا معي 0.95 lagging تمام. الآن أنا بدي أجي أرسم الفيزر دايجرام، أو سوري بدي أرسم اللي هو الباور ريكتانجولر تبعي تمام، اللي أنا عندي إياه. فلو أجيت أنا طبعا راح أعتمد موضوع الأس تمام لأنه أكثر دقة، فراح أجي أحكي إنه أنا عندي هيك، هاي الريل باور 351.75، أنا عندي ناقص جي تمام، ناقص ج ناقص ج 370.94. وطبعا انا راح تحقق لي اس مقدارها قديش، مقدارها 511.2 بزاويه ناقص 46.521 تمام. تمام هسه الاولد باور فاكتور كوساين 46.521 تمام، وراح تكون عباره عن 0.688 leading. منتبهين معي leading، انا الباور فاكتور عندي leading، انا شو بدي اياه 0.95 lagging. ايوه بهاي الحاله انا عشان اعمله من leading للاجنج بدي اضيف inductor in parallel، بدي اضيف L تمام عشان احوله من leading للاجنج تمام. هسه شو قيمة هذا الاندكتر، خلينا نشوف تمام. هسه انا لما احكي بدي احوله ل 0.95 لاجنج تمام، انا قديش راح تكون قيمة هاي الزاوية تمام؟ راح تكون قيمة الزاوية الجديدة 18.19. اوكي الان الباور ريكتانجل الجديد تبعي راح يكون انا عندي هان الريل باور راح تكون ثابتة 351.75. أنا في عندي زاوية جديدة، وأنا هان راح يكون عندي جي كيو ال، وأنا عندي اس، وأنا عندي الزاوية الجديدة راح تكون كوساين انفرس الباور فاكتور اللي هو 95. يوم تطلع معي الزاوية كوساين انفرس لها 18.19 تمام. تمام هسا قيمة الاس راح تكون ايش، البي الاس قيمتها البي على الباور فاكتور، يعني راح تكون 351.75 على 0.95 تمام. راح تكون قيمة الاس الجديدة عبارة عن
370.26 تمام؟ 370 point ايش؟ 0.26 هاي قيمة الاس الجديدة. طيب قديش قيمة الـ QL؟ قيمة الـ QL راح تكون عبارة عن ايش؟ عن الـ power في tan ايش؟ الزاوية، يعني راح تكون عبارة عن 351.75 ضرب tan تمام؟ ضرب tan 18.19 وراح تكون قيمتها 115.58 جيل 118 بوينت ايش ال 58. فلو اخذت السكوير روت لمجموع هذول القيمتين راح تعطيني 370.26 تمام. الان انا قديش قيمه الكيو ال تمام اللي انا ضفتها الجي كيو ال انا ضفتها كامله تمام، هاي خلينا نسميها كيو ان تمام. هسه قديش قيمه الكيو ان اللي انا ضفتها لهذا الكباسيتر عشان انا ايش على هاي طلع قيمه الباور او الرياكتيف باور لهاي السيركت، يعني راح تكون عباره عن 370.94 زائد 115.58 وراح تكون قيمتها ج تمام، هتكون قيمتها ج 446.52. انا طلعت ايش؟ انا طلعت قيمه الكيو الجديده تمام. الان انا بدي اطلع قديش قيمه الاليمنت، انا بدي اعرف انه حجم الاليمنت هسه كامبيدنس. كيف انا بدي اعرف حجم الاليمنت كامبيدنس؟ اوكي انا بعرف انه الكيو هي عباره عن الفي تربيع على الزد ال، فقيمه الزد ال راح تكون يعني الفي تربيع على الكيو وراح تكون عباره عن 240 تربيع على ال 486.52 وراح تكون قيمته جي ال 118.39. الان عشان اعرف قيمه ال ال راح تكون قيمة الزد ال على 100 باي اللي هي الأوميجا، فراح تكون 0.376 هنري. هذا الإليمنت أنا راح أضيفه إن بارل عشان يحقق لي الباور فاكتور لاج 9.5 باور فاكتور تمام. هيك إحنا بنكون حلينا واجب 10 تمام. الآن بدنا ننتقل عشان نحل واجب ثاني جدا جدا مهم، خلينا نشوفه تمام. يلا اوكي، هذا السؤال جدا مهم للميد تيرم او للفيرست. هذا السؤال بحكي لي choose the scale of kt 2 سنتيمتر 2 ملي سكند لكل سنتيمتر، والكي للفي 80 فولت لكل سنتيمتر، الكي للاي 80 ملي امبير لكل سنتيمتر، والكي للبي 15 ملي وات لكل سنتيمتر. تدرو ال V of T, I of T and V of T. أو أعطيني فولتج 240 ساين 200 باي تي ناقص 300، وال I of T 240 ساين 200 باي تي ناقص 90 ناقص 30 وهون ناقص 90 تمام. الآن بدي أطلع أنا التايم أو اللي التايم تبعي أوكي، بدي أطلع التايم اللي أنا راح أشتغل عليه لما أجي أرسم هاي الرسمة. فانا بعرف انه الاوميجا هي عباره عن 200 باي، فاذا التايم بيريد تبعي راح يكون عباره عن ايش؟ راح يكون 2 باي على 200 باي، وراح يكون انا عندي 1%، فاذا انا راح احكي عن 10 ملي سكند، هذا التايم بيريد تبعي تمام. فانا السكيل تبعي راح اجي اقسم. اوكي قبل ما اجي اقسم، الان بدي اعمل تشوز للسكيل، راح اقسم ال 10 ملي سكند على قديش؟ على 2 ملي سكند لكل سنتيمتر، اذا السكيل تبعي راح يكون ايش؟ عباره عن 5 سنتيمتر. اذا انا بدي ارسم ال راح ارسم الويف على هوريزنتال مقداره 5 سنتيمتر. الان بالنسبه للفولتيه، انا الفولتيه عندي 240 فولت، راح اقسمها على 80، فإذا راح يكون أنا عندي 3 سنتيمتر للفولتية والكرنت تمام؟ تمام.
اوكي الان بدي اجي اقسم السكيل. هسه عشان انا التسهيل والوضوح راح اخذ انا كل ثلاثة مربعات كواحد سنتيمتر ان هوريزونتال. كيف يعني؟ يعني راح اخذ هاي 2.5، هاي 5، هاي 7.5، هاي 10. يعني انا هون انا عشان هان عندي 10، هان انا عندي 7.5، انا هان عندي 5، انا هان عندي ايش؟ 2.5. تمام، هذا بالنسبه لسكيل التايم. اوكي الان انا الويف تبعتي ايش؟ انا الويف تبعتي 240 ساين وسالب 30. لما انا احكي ساين يعني الزيرو فاليو، الزيرو فاليو ده تبلش وين؟ عند ال 30. الزيرو فاليو ده تبلش عند ال 30. هسه لانها ناقص ال 30 وين راح تكون؟ راح تكون على الموجب. يعني انا هاي بالنسبه لهاي 30، هاي 60، هاي 90. 30 طبعا هاي 90، 120، 150، 180. لان انا نص الويف 5 فانا عندي لل 5 180. تمام، هسه انا الزيرو فاليو تبعتي وين راح تكون؟ راح تكون عند ال 30. يعني هون هاي بالنسبة لي أنا إيش؟ زيرو فاليو. تمام؟ تمام، يعني أنا بالنسبة للفولتج رح يكون أنا عندي زيرو فاليو عند ال عند الثلاثين، وزيرو فاليو وين؟ عند الثلاثين اللي بعد الخمسة، يعني هون. تمام؟ تمام. هسا بالنسبة للماكسيمم، هسا أنا بالنسبة لي أنا بحكيت إنه 3 سنتي لكل انا راح يكون رسمي 3 سنتي. كيف يعني راح يكون رسمي 3 سنتي؟ يعني انا عندي هون لكل 80، انا هاي 80، هاي 160، هاي 240. تمام، 80، 160، 240. هسه الماكسيمم تبعي وين راح يكون؟ عند ال 30 اللي بعد 2.5. تمام، يعني وين راح يكون؟ راح يكون هون. تمام، والقاع وين راح يكون؟ عند ال 30 اللي بعد 7.5 هون. وهاي ايش بالنسبة إلي؟ هاي بالنسبة إلي ال خلينا نحكي شو اسمه؟ هاي بالنسبة إلي اللي هي الزيرو فاليو. تمام؟ تمام، هسا لو جيت رسمت بدي أجي أوصل، بدي أجي أوصل هيك راح يرجع هون الفولتج، هاي عند الصفر، هسا راح ينزل هون. تمام، هسا خلينا نيجي هون نكمل الرسمة. تمام، راح تكون هاي هيك. وراح يجي عند العشرة هون، عند قيمة هون، هسا راح نعرف قديش قيمتها. تمام، راح اجي احكي ساين الثلاثين اللي هو انا بعرف انه ساين الثلاثين قديش؟ ساين الثلاثين انا بعرف انه نص، صح؟ تمام، فأنا هاي وين النص تبعي؟ هون. فهاي الزاوية راح تيجي تسكر هون، تمام؟ كيف يعني راح تسكر هون؟ يعني راح تيجي هان عند الثلاث، يعني هيك. يعني هاي الويف راح تيجي هيك. تنزل وهيك تسكر. تمام، ومن هون راح تبلش من وين؟ راح تبلش من هون من النص، لانه ساين الثلاثين قديش؟ نص. هاي بالنسبه لايش؟ هاي بالنسبه للفولتج. الان خلينا نيجي على الكرنت. الكرنت شو بيحكي لي؟ 240 ساين ال 90. 240 ساين ايش؟ ال 90. كيف يعني؟ تمام، بدي اجي عند زاوية 90 وارسم من عندها الساين. تمام، انا وين ال 90 تبعي؟ ال 90 تبعي هو ال 2.5، إذا أنا راح أرسم من 2.5 الماكسيمم راح يكون وين؟ الماكسيمم راح يكون عند الخمسة. تمام؟ عند ال 7.5 راح يكون صفر، ومينيمم عند ايش؟ العشرة. فراح أجي أرسم الساين تبع الكرنت هيك. تمام؟ انتبهوا لي كيف هيك. راح انزل عند السبعة ونص، راح اكمل نزول لعند العشرة. تمام، تمام. الان القيمة اللي راح يبلش منها ال الفولت الكرنت هو لما اجي احكي ساين ساين السالب 90 راح يكون سالب 1، اذا راح يبلش من عند اقصى قيمة. راح يبلش من وين؟ من هون. تمام، تمام. هاي رسمة الاي. الان انا بدي ارسم الباور. عشان ارسم الباور لازم اطلع قيمة الباور. شو لازم اطلع؟ لازم اطلع قيمة الباور. تمام، هسا الباور تبعي او البي ماكس، البي ماكس هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن نص الفي، عبارة عن نص الفي اللي هو 240
بالاي اللي هو 0.24 لانه 240 ملي في الباور فاكتور زائد 1. تمام تمام. هسه نص ضرب 240، نص ضرب 240 ضرب 0.24 راح تكون 28.8. هسه الباور فاكتور زائد 1، هسه قديش الباور فاكتور؟ ايوه الباور فاكتور هو كوساين فاي. فاي هي عبارة عن ايش؟ عن فاي في ناقص ناقص ايش؟ فاي اي، يعني ناقص ناقص 90. اذا انا الزاوية تبعتي قديش راح تكون؟ راح تكون 60. قديش الزاوية تبعتي؟ راح تكون 60. تمام؟ فراح كوساين ال 60 قديش؟ نص، صح ولا لا؟ كوساين ال 60 نص. تمام. هسه راح اجي احكي راح اضرب ال 28 بواحد ونص، فالبي ماكسيمم قديش راح تكون؟ 28.8 ضرب واحد ونص راح تكون 43.2. البي مينيمم راح تكون نص ال 240 ب 0.24 بالباور فاكتور ناقص 1، اذا راح تكون 28.8 مضروبه بسالب نص. تمام. فراح تكون قيمته سالب 14.4. هاي بالنسبه للبي مينيمم. البي افريج اللي انا راح ارسم عليها راح تكون اللي هي ايش؟ نص ال، راح تكون اللي هي عباره عن قديش؟ راح تكون عبارة عن نص 240 ب 0.24 بالفاور فاكتور اللي هو نص. تمام تمام. فراح تكون عبارة عن ايش؟ عن 14.4. يعني انا عند ال 14.4 تقريبا احنا حكينا ان السكيل تبعي راح يكون عبارة عن قديش؟ عن 15 سنتي لكل نص سنتي. فانا راح اجي ارسم من هان. تمام. هذا ال 15 اللي هو راح يمثل ال 14.4. تمام. اللي حواليه راح راح ترسم الباور. انا عندي هون السالب 15. تمام. وانا عندي هون ايش؟ السالب 45. تمام. طبعا انا عندي هون سالب 1 سالب 2 سالب 3. انا عندي هون 1 2 3. طبعا انا هون ايش؟ بالسنتيمتر. تمام تمام. الان خلينا نيجي نرسم الباور بعد ما حددنا السكيل. هسه في شغله، هسه انا هون انا عندي هون قيم سالبه. كيف انا عندي هون قيم سالبه؟ هسه انا اذا باجي هون انا موجب ضرب سالب. هسه انا عندي هون صفر ضرب سالب صفر، وهون صفر ضرب موجب صفر. طيب موجب ضرب سالب سالب، اذا هاي القيمه وهاي القيمه قديش راح تكون؟ راح تكون سالب. راح ارسمها هيك. تمام. هاي راح ارسمها هيك. تمام. وهاي نفس الاشي راح ارسمها ايش؟ هيك. تمام. هسه انا عندي هون موجب ضرب موجب موجب، اذا انا هون راح يكون عندي ماكسيمم. وهون انا عندي سالب ضرب سالب ايش؟ موجب. اذا انا هون راح يكون عندي ايش؟ ماكسيمم. يعني لما اجي ارسم بدي ارسم قيمتين وقاعين. تمام. من وين راح تبلش؟ راح تبلش من عند النص، سوري راح تبلش من عند ال 60، سوري من الزاوية 60، كوساين ال 60 نص، إذا أنا راح أرسم من وين؟ من عند الواحد ونص، فراح أجي أحكي هيك، أنزل، راح أجي أطلع هيك، وأنزل هيك، وأرجع أطلع هيك، وأنزل لوين؟ للواحد ونص، تمام؟ خلينا نعدل هاي. يعني لهون. تمام. يعني هاي رسمة يعني شبه دقيقة. طبعا الامتحان يفضل نرسم برصاص. تمام تمام. اوكي بس في عنا عشان نظبط السكيل وتكون الرسمة اوضح راح اجي ارسم هاي هيك. راح اطل ما راح اوصلها لفوق لان السكيل تبعي قديش؟ 15.
تمام، فبديش اوصلها ل 45، هي 43 ونص، عشان نكون دقيقين بدناش اياها تلمس ايش؟ تمام؟ اوكي. يعني الماكسيمم راح يكون عندي هون وين 1.5، يعني هذا هيك اشي قريبة، تمام؟ لأنه هي 43.5، فيعني تقريبا هيك أقرب اشي أو أوضح اشي للرسمة. تمام؟ تمام. هيك احنا بنكون رسمنا الباور. اوكي. فخلينا يجي هيك نطلع كمان شغلة بعد ما خلصنا. نيجي نطلع الاس. الاس هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن اي في بي، او في سوري هي عبارة عن بي في اي كونجيجيت، راح تكون عبارة عن 48.8 واط. تمام؟ تمام. هاي الاس. اوكي. البي حقيقة الريل هي عبارة عن 14.4 طلعناها، اللي هي الاس بكوساين 60، وبالنسبة للكيو راح تكون عبارة عن ايش؟ عن 28.8 في ساين ايش؟ في ساين ال 60، وراح تكون قيمتها 24. اوكي. 24.9 فولت امبير. تمام. سوري هاي الوحدة هان فولت امبير، هانا وات، هان فولت امبير رياكتيف. او ممكن اطلع الكيو هي عبارة عن ايش؟ عن 28.8 تربيع ناقص 14.4 تربيع تحت الجذر، راح تعطيني 24.9 فار. تمام. تمام. هاي بالنسبة لايش؟ لا الباور. هسا ممكن يجيب لي هذا السؤال اني اعمل ايش؟ الايكوفالنت سيركت. كيف اني ممكن اعمل الايكوفالنت سيركت؟ الان بدي اطلع قيمة الامبيدانس. كيف انا بدي اطلع قيمة الامبيدانس؟ تمام. خلينا نيجي نشتغل على الورقة الثانية. الزد هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن الفي على الاي. تمام؟ تمام. اوكي. الفي قديش؟ 240 فيز ناقص 30، والاي عبارة عن ايش؟ عبارة عن 0.24 فيز ناقص 90. اذا اوكي، اذا قيمة الزد راح تكون عبارة عن ايش؟ عن 1000 فيز 60، وراح تكون قيمتها بالريكتانجولار طبعا اوم، راح تكون 500 زائد جي 866.6 اوم. اذا انا عندي هون ايش؟ اندكتر. انا عندي هون ايش؟ اندكتر. تمام. تمام. الان بدي اجي اوصلها. تمام. بدي اطلع السيركت الايكوفالنت سيركت لما اجي ان سيريز. السيريز الكومبينيشن راح تكون عباره عن ايش؟ باور سورس 240. طبعا انا هون راح اجي احكي 240 ايش؟ زاوية ناقص 120. تمام. انتبهوا، انا هان بدي احول للكوساين، بدي اطرح 90. اذا 240 بزاوية ناقص 40 هاي ايش؟ هذا الفولتج سورس. تمام. مشبوك عليه ايش؟ مشبوك عليه مقاومة قيمتها 500 اوم، واندكتر قديش قيمته؟ قيمته جي 866.6 اوم. تمام. تمام. لو بدي اجي اطلع قيمة ال L قديش راح تكون قيمة ال L؟ راح تكون 866.6 على ايش؟ على 200 باي، وراح تكون قيمة الاندكتر one point three eight هنري. هاي البارل كومبينيشن. الان بدي اطلع قيمة ايش؟ السيريز كومبينيشن. كيف اطلع السيريز سوري البارل كومبينيشن؟ راح يكون انا عندي
سيركت انا عندي هون راح يكون عندي 240 فيز ناقص 120 عندي ار ان بارل تمام وعندي ايش اندكتر ان بارل كيف بدي اطلع قيمتهم ايوه بدي اطلع قيمه اول شيء اطلع قيمه الجي وقيمه البي تمام الجي شو راح تكون الجي راح تكون عباره عن 500 على 500 تربيع زائد ايش 866.6 تربيع والبي شو راح تكون البي راح تكون عباره عن ايش عن 866.6 على 500 تربيع زائد 866.6 تربيع تمام تمام خلينا نطلع قيمهم تمام بالنسبه للجي راح تكون عباره عن ايش عن 0.4995 ملي سيمينس تمام بعتذر منكم عن صوت الطخ في عنا عرس اوكي وقيمه ال بي راح تكون عباره عن 866.6 على 500 تربيع زائد 866.6 تربيع فراح تكون قيمته عباره عن 0.8657 ملي سيمينس اوكي الان نجي نطلع قيمه الار الار راح تكون 1 على 4 على 0. راح تكون 1 على 0.4995 ملي فراح تكون 2222.5 اوم وقيمة الزد ال راح تكون عبارة عن ايش؟ عن 1 على 0.8657 ملي فراح تكون جي ال 1155.13 تمام؟ يعني هاي 2222.5 اوم وهاي J ال 1155.13 طيب هسا قيمة ال L اللي ماتش هذا ال impedance هتكون 1155.13 على 200 باي ف قيمة ال L هون راح تكون عبارة عن ايش؟ عن 1.83 أو 84 هنري تمام تمام أوكي الآن أنا بدي أبني على سؤالي سؤال جديد كيف يعني أنا طلع معي parallel circuit تمام خليني نرسم هاي parallel circuit أنا عندي هون زائد ناقص 240 فيز ناقص 120 أنا عندي هون R مقدارها 500 وعندي L له قيمة هسا نطلع قيمته قديش طلعت معنا اللي هي J 886.6 أوم وهاي أوم الآن هذا السؤال شو بيحكي لي إيش الإليمنت اللي أنا بدي أشبكه إيش الإليمنت اللي أنا بدي أشبكه in parallel عشان أعمل 0.5 power factor lagging 0.5 power factor lagging انا ايش هذا الاليمنت اللي ممكن اشبكه على هاي السيركت تمام خلينا نيجي نشوف احنا قديش طلعت معنا الباور تمام الان خليني اجي ارسم الباور تريانجل لهاي السيركت زي ما حسبنا فوق تمام انا هون كان عندي هون كان عندي هون 14.4 صح؟ كان عندي هون 24.9 جي طبعا هاي وكان انا عندي اس اللي هي قديش مقدارها 28.8 تمام انا قديش بدي اعمل الباور تيانجل تبعي بدي اعمل له زائد باور طبعا
عشان طبعا هاي الزاويه 60 تمام، بدي اعمل له زائد باور عشان يعطيني باور ترينجل، هاي قيمتها 14.4 وهاي بعرف قديش قيمتها، هاي الزاويه مقدارها قديش 18.19 تمام، وبدي اطلع قديش قيمه الكيو الجديده. تمام الكيو الجديده قديش راح تكون قيمتها؟ راح تكون قيمتها 14.4 ضرب تان الزاويه تمام ضرب تان ال 18.19، فقيمه الكيو الجديده راح تكون عباره عن 4 بوينت جي ال 4.73. طيب قديش قيمة الاس الجديدة؟ راح تكون عبارة عن السكوير روت، هل ممكن نطلعها بالسكوير روت او ممكن احكي اللي هي 14.4 على الباور فاكتور اللي هو 0.95، راح تكون 15.15. هاي ايش؟ هاي الاس الجديدة. تمام الان انا بدي اطلع الفرق الكيو اللي معي، فاذا انا راح يكون انا عندي راح اضيف كاباسيتر تمام، انا راح اضيف كاباسيتر ان بارل تمام، هيك راح تكون شكل الباور تريانجل تبعه تمام. طبعا راح يكون عندي ناقص جي بالنسبه للكيو، راح يكون قديش مقدارها 24.9 ناقص 4.73، راح تكون عباره عن 20.17 هاي الكيو نيو تمام تمام اوكي. الان زي ما بنلاحظ انه الكيو سي طلعت معي سالب الجي 20.17، وانا بعرف انه قانون الكيو هو عبارة عن ايش؟ عن في تربيع عتو زد تمام تمام. هسا بالسؤال الماضي انا ما استخدمتش تو زد، ليش؟ لانه انا كان عندي ار ام اس فاليو، انا هون بستخدم البيج فاليو، فانا بهاي الحالة شو راح استخدم؟ راح استخدم ايش؟ ال RMS تمام تمام. فاذا انا قيمه الكيو تبعتي راح تكون عباره عن ايش؟ عن 240 تربيع على 2 ب 20.17 تمام. طبعا في عندي سالب جي اوكي، بغض النظر هسه خلينا ننسى موضوع السالب جي، ولكن خلينا نحكي انا عارف اوريدي انه كاباسيتر تمام تمام، فحتى لو حطيت سالب جي يعني راح تطلع لفوق السالب، راح تظل هي كاباستر على الجهتين. اذا راح احكي انا 240 على 2 ضرب 20.17، فراح تكون قيمه الزد، هاي الزد تمام، اذا الزد تساوي، بس خلينا نوضح هاي الزد تساوي، طبعا هاي الزد سي تساوي 1427.86. إذا قيمة السي راح تكون عبارة عن إيش؟ عن 1 على أوميجا زد سي، وراح تكون قديش قيمته؟ 1 على 200 باي ضرب الأنس، وراح تكون قيمته 1.1 مايكرو فاراد. هذا قيمة إيش؟ الكباستر. راح أشبكه البارل عشان احقق to obtain 0.95 power factor lagging. اوكي الان هيك بيكون شرحنا اهم سؤالين، طبعا هذول السؤالين راح يجي زيهم بالامتحان طبعا بنسبه 90%، وان شاء الله يكونوا واضحين وسهلات باذن الله تعالى. اوكي ولكن قبل ما ننسى، احنا فوق بالسؤال فوق احنا ما رسمناش البولر تمام، احنا ما رسمنا البولر لهاي التو ويف اوكي، هاي الدائرة تبعتي. الآن أنا داجي أرسم الـ V in polar، أنا ساين تمام؟ بالنسبة إلي هاي الساين وهاي الكوساين، فأنا سالب 30 ساين، إذا أنا هاي سالب 30 ساين أنا هيك، هاي راح تكون عبارة عندي إيش؟ هاي الفولتج اللي هي بالكوساين سالب 120 تمام؟ تمام. بالنسبة للـ I، الـ I سالب 90 ساين، هاي الساين راح أروح سالب 90، إذا الآي تبعي راح يكون هيك، هاي سالب 90، هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن الآي. بالنسبة للكوساين 180 تمام؟ تمام، هيك أنا بكون رسمت البولر لهاي السيركت.
احنا هيك بنكون حلينا اهم سؤالين. بعرف الفيديو كان طوله ساعة وإشي، ولكن إن شاء الله إن نحقق أعلى استفادة من هذول الـ 2 فيديوز بإذن الله تعالى، وأشوفكم إن شاء الله فيديوهات قادمة.